يا صباح الخير عن جديد. رح نبدأ بأولى فقرات صباحنا غيد لليوم، ورح نحكي عن موضوع طبي تجميلي. مع التطورات الكبيرة اللي صارت بالطب وتحديدا الطب التجميلي، تنوعت أكيد وتعددت طرق التجميل، وشفنا الكثير من العمليات التجميلية الجراحية، وأيضا كان في عمليات كثيرة بالتجميل لكن غير جراحية، وخاصة اللي عم نستخدم فيه الليزر. رح نتعرف أكثر مشاهدينا عن استخدام الليزر بالتجميل، أكيد الإيجابيات، السلبيات، المضاعفات والآثار الجانبية من الأشخاص يلي بيقدروا يلجأوا لهي العلاجات. تفاصيل كتير مهمة رح نتعرفها سوا مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستديو المخبري أحمد عابدين، أخصائي تجميل. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم لما بدنا نقول إزالة الشعر بالليزر، بتخطر على بالنا كتير أنواع من الأجهزة وكتير أنواع من هي العملية يلي تعتبر غير جراحية. خلينا بالبداية نعرف من حضرتك شو هي أنواع ليزر إزالة الشعر. في أجهزة ليزر منزلية هوميوز استعمالها غير مجدي بشكل كامل. السبب أنه في عدة أنظمة للأشعة، وفي ألوان للبشرة، وفي ألوان للشعرة وسماكات، فيفضل تستعمل أجهزة الليزر الاحترافية بروفيشنال اللي موجودة بالعيادات، وهي حتى الأجهزة الاحترافية في منها أنواع كثيرة. خلينا نعرف شو هي أنواع، ممكن أنه تختلف هي من حالة لحالة. تماما. فيه تطورت علم صناعة أجهزة الليزر بالسنوات الأخيرة بشكل كبير. في عنا الجيل الأول هي أجهزة IBL، الجيل الثاني أجهزة ليزر يستعملوا فيها الجل، وهي غير محببة، ممكن تنقل أمراض، زائد أنه فائدتها أقل. الجيل الثالث هو نظام أشعة ألكسندرايت، وتطور كمان، صار فيه معه موجات إضافية اللي هي موجة إندياج وموجة ديود ليزر. الأجهزة تجي إلى شركات قوية، تختلف من حسب بلد المنشأ. في أجهزة غالية سعرها بيكون 10 أضعاف الأجهزة الرخيصة، أكيد بتكون عم تقدم ميزات وفوائد أكثر للصبايا. وفي عدة عوامل بتأثر على موضوع الاستفادة بمجال الليزر، ممكن نحكي مع بهذا الموضوع عند وجود محاذير استعمال الأجهزة. تمام دكتور، ذكرت انواع عديده اليوم لاجهزه الليزر يلي ممكن تناسب الصبايا، ولكن اليوم كيف يعني بيتم اختيار نوع الليزر المناسب حسب نوع البشره، او حسب في حالات معينه بتنصح فيها اليوم دكتور تشيك عليها الصبيه قبل الاختيار؟ لا، وقت بتجي الصبيه للعياده في اخصائيه ليزر وفي طبيبه جلديه، بيحددوا شو الاشعه المناسبه للصبيه. هذا في حال كون العيادة مجهزة بعدة أنواع من الليزر. في حال وجود جهاز واحد، فللأسف هون بيصير ممكن يصير عند البعض مشاكل. طيب اليوم دكتور بنشوف أغلب الأشخاص إذا مو كلهم عم يعملوا إزالة الشعر بالليزر، ولكن اليوم هل هو صحي 100% وما له أي أثار جانبية ممكن تضر أو تأذي البشرة؟ هو صحي تماما، بس في بعض تعليمات لازم تتقيد فيها أو يتقيد فيها الشاب، لأنه حتى صار في شباب عم يعملوا إزالة شعر قبل وبعد الليزر. إذا تقيد فيها بشكل نظامي وكانت أخصائية الليزر محترفة سبيسياليست، هون يكون ما في نتائج، يعني كل نتائج كلها مفيدة وما في أثار جانبية. أما في حال عدم الالتزام، مثل صبية مثلا عملت ليزر للوجه، طلعت على الشمس مباشرة دون ما تحط واقي شمسي أو دون ما تتجنب الشمس، هون ممكن يصير بعض حروق خفيفة. ممكن يصير عند بعض الأشخاص اللي عندهم حساسية مفرطة للبشرة حروق خفيفة، طبعا بتروح بالمراهم. وفي كتير يمكن أشخاص وصبايا بيقولوا دكتور أنه لا، ما رح تستفيد الصبية على الليزر بإزالة الشعر، ممكن بعد فترة يرجع يطلع هيدا الشعر. شو فينا نعطي هيك توضيح لهالنقطة، لأنه بصراحة هذا الموضوع بيسبب قلق لكتير من الصبايا والسيدات. الاستفادة بتكون كاملة بشروط. ممكن يرجع الشعر حتى لو خلصت الصبية الكورس تبعها، اللي هو غالبا 8 جلسات حسب المناطق. في مناطق بتخلص قبل، في مناطق بعد، وخصوصي الوجه بده جلسات أكثر.
بس ممكن يرجع بعد ما تخلص الصبية من الكورس تبعها ومن جلسات الرتوش اللي بيكون فيها الشعر وبري، ممكن يرجع الشعر مرة تانية بحالات خلل هرمونات. وانت بتكون بشكل كبير للصبايا عند حدوث حمل، وقت بصير حمل كلنا بنعرف انه بصير خلل بالهرمونات، فهون ممكن يرجع الشعر بس ما بيرجع مثل قبل. يعني لنفرض انه صبية الشعر عندها سميك واسود غامق، بيرجع بشكل رفيع واسود فاتح، والعدد البصيلات الشعر لنفرض انه 20 مليون بصيلة، بيرجعوا مثلا 5000 او 10000. فبتكون مستفيدة بعد ما تخلص حمل وارضع، ممكن تعمل جلسات رتوش بروح نهائيا. تمام. طيب دكتور، اليوم في كثير من الاسئله والاستفسارات، في اشخاص باول مثلا صبايا ولا شباب بفتره المراهقه بصير عندهم شعر زايد، بيتضايقوا من هذا الموضوع، صحي انهم يعملوا مثلا بسن 13 14 15 ليزر؟ الافضل هو يكون بعد البلوغ عشان يكون مستقره الهرمونات، اما ما له اثر جانبي يعني ممكن يعمل، بس الفائده بتكون اقل. طيب خلينا نعطي دكتور تعليمات او نصائح اليوم قبل وبعد جلسه الليزر، بشو لازم تلتزم اليوم الصبيه كرمال ما يصير اي مشاكل او مضاعفات؟ قبل جلسه الليزر بدها تستعمل الشفره حصرا، وطوال الكورس تبع الليزر ممنوع تستعمل اي وسيله لازاله الشعر مثل اجهزه البراون مثل السكر مثل اي شيء غير الشفره طول الكورس، هذا متفق عليه. كمان الشاور حمام بده يكون قبل جلسه الليزر، بعد جلسه الليزر لبعد 24 ساعة لتعمل شاور، تكون مسامات مفتوحة. كمان اليوم عم نشوف انه في للليزر استخدامات كتير بمجال التجميل، وكتير من القصص عم يعملوها وعم يلجأوا لها، وكان ممكن يكون بديل عن كتير من الأجهزة أو الأدوية خلينا نقول، أو ممكن العمليات الجراحية، شو هي الاستخدامات؟ في له استعمالات عديدة، من بيناتها رح نوضح، في تضييق الأنف غير الجراحي. هذا الحكي بيزبط لبعض حالات لما بيكون الأنف لحمي، في أنف لحمي، في أنف نصف لحمي، في أنف عظمي. الليزر ما بيأثر بالعظم، فبيأثر فقط الأنف اللي بيكون لحمي أو نصف لحمي. الضربات تبع الليزر المكثفة بتأدي لتضييق المسامات البشرة الموجودة على الأنف وإذابة قليل من الدهون الموجودة، وبالتالي بيصغر نسبة 15-20%. فهذا عمل جيد بالنسبة للصبايا اللي ما بيحبوا يعملوا عمل جراحي ويتجنبوا الآثار الجانبية تبع العمل الجراحي. يمكن كمان بنسمع انه ممكن احنا من خلال الليزر نشيل اي ممكن شامات، او مثلا بالنسبة لحب الشباب ممكن يستفيدوا اليوم الصبايا والشباب من هذا الموضوع؟ تماما، في استفادة بدها عدة جلسات، وكمان بدها يلتزموا بالتعليمات اللي هي انه ما يتعرضوا للشمس، زائد ممنوع الحمام للمنطقة المعرضة للأشعة لبعد 4 أيام. ما في سلبيات أو مخاطر على هي العملية؟ ما في سلبيات إذا كان اللي عم يقوم بالعمل شخص محترف وتحت إشراف طبي. دكتور، منشوف أشخاص يمكن هنن أصحاب البشرة الحساسة، أو يمكن حسب نوع الجهاز يلي عم يستخدموا أنه بصير عندهم حروق بالمنطقة يلي عم يعملوا فيها ليزر، أو ممكن تصير المنطقة أغمق من الطبيعي الموجود، يعني يصير في اسمرار بالمنطقة، هون شو الحل وليش بصير؟ نحن دائما نقول ننصح الزباين انه عدم التعرض للشمس، اكثر مشكله عندي تعرض للشمس، زائد بالصيف حتى مو للشمس، للوهج ممنوع تتعرض. بالاضافه لهالشيء هذا، في كريمات مرطبه لازم تستعملها الصبيه بعد الجلسه. يعني هو بيسبب اسمرار للمنطقه حتى لو ما تعرضت للشمس؟ لا، مناطق ما بتتعرض، ما بيسبب اسمرار. طيب مين الأشخاص اللي هنن ممنوعين من إجراء التجميل بالليزر دكتور؟ يمكن المرأة الحامل بفترة الحمل، أو أشخاص مثلا عندهم أمراض مزمنة معينة، خلينا نوضح أكثر لحتى يكون يمكن في وعي أكثر بالموضوع. هلا الأضرار جانبية ما في، نتفق على الموضوع هذا، ما في شيء مثبت 100% بالنسبة للأضرار الجانبية، بس القصص إنه بتصير في جلسات ما بتكون منها إفادة، يعني تكون عملت إزالة شعر بس مؤقت مثل اي شيء مؤقت عم تعمله. كيف هالحكي هذا بيصير؟ اذا الصبيه مثلا عندها امراض معينه مثل عندها غده، بتصير الفائده اقل. اذا الصبيه عم تاخذ حبوب
مثل اللي بيوصفها معظم الاطباء الجلديه اللي هي ريتان. هذا الريتان خصوصي اذا كان عياره فوق العشره بيؤدي لضعف الفائده او الغاء الفائده من جلسات الليزر، بتصير كجلسه عاديه، ما بصير فيها ضرر، بصير فيها ضرر مادي مثلا، ما بصير فيها ضرر جسمي. زائد في عوامل كثيره مثل وجود اكياس على المبايض، هذا الشيء هذا بضعف الاستفاده منيح، او وجود خلل بالهرمونات. زائد في اشخاص كثير بيستهتروا بجلسه الليزر، بيعتبروها رفاهيه، ما بتيجي على الموعد تبعها او بتتاخر او عندها معلومات خاطئه. ومن بين هالتعليمات خلينا نحكي يعني علميا، اكيد ممنوع تجي الصبيه خلال فتره ما تكون هي مريضه بالشهر ولبعد 4 ايام من ما تخلص المرض تبعها لا تجي. فهي الشغلات هي هي بتاثر كثير على كورس العلاج للليزر. صحيح. خلينا نذكر مشاهدينا دكتور انه الليزر هو ما له حل نهائي للشعر، ممكن يرجع يطلع ولكن بوصيلات اقل وبشعر كثير اخف. هو بيرجع، ممكن يرجع اذا صار خلل هرمونات. خلل هرمونات بس، حتى بعد ما يصير خلل هرمونات، هلا الخلل بيتعالج وبيروح نهائيا بعدين. لما بيروح مثلا بيروح فتره طويله، بيروح فترة طويلة ولكن بيرجع، يعني بيرجع في حال حدوث خلل هرمونات عند النساء أكثر. يعني سببه الأساسي هو الحمل. طيب ممكن يكون في بديل هون عن الليزر دكتور، إنه للأشخاص اللي ما عندهم قدرة مثلا يعملوا ليزر اليوم، في ممكن استخدامات ثانية؟ هلا رجعنا بقى هون للطرق التقليدية لإزالة الشعر، هي موجودة، بس هلا الليزر هو عالميا منتشر بشكل كبير بجميع دول العالم، وهو أنظف وصحي أكثر وبتتخلص منه عدة سنوات. طيب اليوم في مراكز تجميلية كثيرة اليوم دكتور، على أي أساس ممكن الصبية فعلا تلجأ لهذا الإجراء؟ هل حسب الأجهزة اللي موجودة أو الأخصائيين؟ كيف نعرف نحن اليوم نختار صح؟ هو للأسف في أخطاء كثيرة، وفي أكثر من ينتشر على السوشيال ميديا اللي غزت كل المنازل. الأجهزة الجيدة يعني خلينا نقول باختصار شديد حقها غالي جدا. يعني ثمن الجهاز الجيد يتجاوز 1.5 مليار، بينما الجهاز الرخيص ثمنه تقريبا 150 مليون. فهون بيبين الفرق معك أنت بالسعر قديش الفائدة منه. الشركات الأوروبية إجمالا والأمريكية هي أفضل. السبب أنه دقة الأشعة بتكون أكثر، والباور والطاقة تبعها بيكون أفضل ودقيق أكثر. في أجهزة منتشرة رخيصة الثمن موجود فيها نفس نظام الأشعة بس بيكون غير دقيق. تمام. خلينا بنهاية فقرتنا معك دكتور نعطي أهم النصائح لكل الأشخاص يلي عم يفكروا يستخدموا نوع من أنواع التجميل الغير جراحي. لا، في عدة أشياء ما تطرقنا لها، في عدة فوائد للليزر غير إزالة الشعر. تفضل. هي ليزر تبييض الأسنان طبعا، عندك ليزر لتضييق المناطق الحساسة، تضييق المهبل، بده عدة جلسات وبده عم يلاقوا فوائد منه. في عنا ليزر لإزالة الندبات والجروح، وفي عنا كمان ليزر للتقشير الكربوني وتعديل البشرة. يعني هي أهم النصائح اللي ممكن أنه الأشخاص ياخدوها. النصائح هو يلتزموا بالتعليمات تماما قبل وبعد الجلسة، ويلتزموا بعدد الجلسات تبعهم وبالمواعيد تبعاتها والأوقات. أكيد بالختام معلومات كتير مهمة ونصائح طبية، بدنا نشكرك كتير المخبري أحمد عابدين أخصائي تجميل. شكرا لك دكتور ولوجودك معنا لليوم. شكرا لكم.